صباح طيب وكله خير على حضراتكم. ودلوقتي جمعتنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، وبالليل والصبح بدري هيكون الجو مائل للحرارة على أغلب الأنحاء. كمان في نشاط للرياح أحيانا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وده هيكون في القاهرة الكبرى والوجه البحري. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. وبعد ما كان في استقرار في حالة الجو، دلوقتي بدأ يبقى فيه برضو نشاط للرياح وفي رمال وأتربة وحاجة كده من التخبط، يعني احكي لنا إيه الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها النهاردة؟ بالفعل يمكن طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدأت قيم درجات الحرارة ترتفع من أمس وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية، عشان اليوم هيكون ذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة، لكن دي ارتفاعات مؤقتة في قيم درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية، لأن احنا بنتأثر بمنخفض جوي موجود في غرب البلاد، بيكون معاه كتل هوائية جنوبية قادمة من المناطق الصحراويه الصحراء الغربيه، فده هيؤدي لارتفاع كبير في قيم درجات الحراره خلال فتره النهار. كمان في طبقات الجو العليا في امتداد لمرتفع جوي، المرتفع الجوي ده بيعمل على زياده فترات شطوع اشعه الشمس ومزيد من الارتفاع في قيم درجات الحراره. اليوم العظمى على القاهره الكبرى خلال فتره النهار هتكون اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من 5 ل 6 درجات، لانه متوقع ان هي توصل ل 36 درجه مئويه، ده في الظل. فإحساسي بالطقس خلال فترة النهار هيكون طقس شديد الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية، في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، المحافظات الجنوبية، جنوب سيناء، طقس كمان حار في المحافظات المطلة على البحر المتوسط اللي هي المحافظات الساحلية، كافة المحافظات فيها ارتفاع في قيم درجات الحرارة فترة النهار وكمان فترة الليل، يعني احنا هنلاحظ فترة الليل رغم غياب أشعة الشمس بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة عن فترة النهار، لكن تحديدا الليلة اللي جاية دي هنحس ان قيم درجات الحرارة الصغرى مرتفعة، توصل على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية فترة الليل، فبالتالي أجواء فترة الليل هتكون أجواء مائلة للحرارة، وده أيضا في معظم محافظات الجمهورية. كمان هيكون في زيادة في سرعات الرياح في غرب البلاد، لأن اليوم متوقع أن يكون في نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة، هيأثر بشكل كبير في المنطقة الغربية اللي هي الصحراء الغربية ومطروح والسلوم، سرعات رياح تتجاوز 40 كيلو متر على الساعة في المنطقة الغربية، فده هيؤدي لإثارة الرمال والأتربة اللي تؤدي لتدهور كبير وانخفاض في الرؤية الأفقية. مناطق من القاهرة الكبرى هيكون عليها نشاط رياح مثير للرمال والأتربة فقط، بعض المناطق كمان من السواحل الشمالية الغربية، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، يعني هيكون في أتربة ورمال مصارة في معظم المحافظات الشمالية، تأثيرها بشكل كبير هيكون في المنطقة الغربية. كمان نشاط رياح اليوم على البحر المتوسط وتحديدا في المنطقة الغربية اللي هي مطروح والاسكندرية وفي شواطئ البحر المتوسط، سرعات رياح ما بين 50 ل 60 كيلو متر على الساعة، في اضطراب ملاحة بحرية وارتفاع أمواج على الشاطئ ما بين 2.5 إلى 3 متر، فبالتالي أيضا البحر المتوسط في الجهة الغربية غير مؤهل تماما لأي أعمال صيد ملاحة بحرية أو حتى كمان أعمال تنزه. في أتربة عالقة هنلاحظها موجودة في محافظات الجنوب كمان اللي هي جنوب الصعيد، الأقصر وأسوان، أتربة عالقة ممكن تأثر بانخفاض رؤية أفقية. فالجو اليوم هو جو يعني شبه الأجواء الخمسينية اليوم، ومكمل معانا كمان بكرة الجمعة إن شاء الله ارتفاع قيم درجات الحرارة لكن بحدة أقل، احنا قلنا النهاردة الذروة، بكرة إن شاء الله هتكون العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية مع استمرار وجود نشاط للرياح اللي ممكن يكون مثير للرمال والأتربة. هي مكملة معانا الأجواء دي لحد إمتى؟ مع يوم السبت إن شاء الله، يوم السبت هتبدأ قيم درجات الحرارة تنخفض، هتبدأ المنخفض جوي موجود معانا في طبقات الجو العليا، ده هيعمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة، كمان هنلاحظ إن مصادر الكتل الهوائية بدأت تكون قادمة من جنوب أوروبا، فمن يوم السبت وعلى مدار الأسبوع اللي جاي إن شاء الله تبدأ قيم درجات الحرارة تنخفض، تكون حول المعدل أو أقل من المعدل، هنرجع تاني للأجواء الربعية المستقرة إن شاء الله خلال فترة النهار، وكمان البرودة ترجع تاني فترة الليل، هي طبعا الارتفاع النهاردة هيكون ارتفاع مؤقت لدرجات الحرارة فترة الليل، لكن لسه البرودة تاني مكملة معانا فترات الليل على مدار الأسبوع اللي جاي،
وكمان هتكون في فرص لسقوط الامطار بكره الجمعه ان شاء الله على المحافظات الساحليه، لكن هي فرص امطار خفيفه مش بتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. المحافظات المطله على البحر المتوسط هي الفتره دي فتره تغير كبير في قيم درجات الحراره ما بين يوم للتاني، ايام زي النهارده ارتفاعات ملحوظه، الاسبوع اللي جاي بيكون في انخفاضات في قيم درجات الحراره، فرق بين فتره النهار وفتره الليل. فعشان كده احنا بناكد على كل الساده المواطنين مهم جدا فتره الليل حتى لو في ارتفاع في قيم درجات الحراره واحنا ابتدينا الملابس الصيفيه، فتره الليل يفضل الملابس ما تكونش صيفيه بشكل كامل، خاصه فتره الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر، وخاصه كمان في المدن الجديده او الاماكن المفتوحه او المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير. نسبه الرطوبه عندنا قد ايه دلوقتي؟ هو احنا اليوم تحديدا نسب رطوبه منخفضه لان احنا بنتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه، فجايب المناطق الصحراويه ما فيش اي ارتفاع في نسب رطوبه، وده الحمد لله طبعا ما بيخليناش نحس بمزيد من الارتفاع في قيم درجات الحراره. هي الارتفاعات في قيم درجات الحراره بحسها لو انا تعرضت لاشعه الشمس بشكل مباشر، لان احنا قيمه درجه الحراره اللي احنا بنقولها مع حضراتكم هي قيمه درجه الحراره المقاسه في الظل المحسوسه اللي المواطن هيحسها نتيجه تعرضه لاشعه الشمس، هتكون اعلى من القيم دي وهتختلف من شخص للتاني على حسب طبعا وقت التعرض لاشعه الشمس او مده التعرض لاشعه الشمس. لكن نسب الرطوبه منخفضه بشكل كبير، يعني احنا بنقول في المناطق الشماليه اللي هي المفروض نسب الرطوبه بتكون فيها عاليه هي لا تتجاوز 60 او 70%، ده فترات الليل، فترات النهار لا تتجاوز 25%، فبالتالي نسب الرطوبه مش مؤثره علينا بشكل كبير خلال هذه الايام، لان كمان تدريجيا احنا مع بدايه شهر 6 واقترابنا من فصل الصيف هنبدا تدريجيا نحس بنسب الرطوبه. لازم ناخد بالنا بقدر الامكان ما نتعرضش لاشعه الشمس وقت الظهيره اللي هي من الساعه تقريبا نقدر نقول 2 لحد الساعه 4 5 العصر، الوقت ده اللي بنسجل فيه اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله. لازم يبقى معايا غطاء للراس يحميني من اشعه الشمس لو انا موجود في الشارع، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل. مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الاتيه طبعا احنا خارجين النهارده وبكره مهم جدا نرتدي الكمامات، وما زلنا في فصل الربيع اللي دايما بيحصل فيه تغير وارد جدا في حاله الجو في اي وقت، مهم جدا نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه. طيب انا عايزه اعرف برضو حال المحافظات الحدوديه اللي ممكن تختلف بشكل او باخر عن بقيه المحافظات لطبيعتها الجغرافيه. احنا طبعا المحافظات الحدوديه من المناطق الجنوبيه يمكن هي بيبقى دايما فيها استقرار في الاحوال الجويه لما بيكون في تقلبات جويه في المناطق الشماليه، فعندنا الاقصر واسوان فيهم استقرار في الاحوال الجويه، لكن طبعا فيها ارتفاعات كبيره في قيم درجات الحراره عظمى، فتره النهار 38 الى 39 درجه مئويه في اجواء شديده الحراره بشكل كبير فتره النهار، وهنلاقي التباين الكبير في قيم درجات الحراره فتره الليل، لان احنا الصغرى فتره الليل ما بين 23 او 24 درجه مئويه، هيكون كمان في المناطق الجنوبيه اتربه عالقه مش نشاط للرياح، هي بعض الاتربه كده بتاثر بانخفاض في الرؤيه الافقيه على الطرق بشكل كبير او ممكن بتؤدي لحجب اشعه الشمس فترات النهار بشكل كبير. المحافظات الساحليه اليوم المطله على البحر المتوسط من الجهه الغربيه يمكن فيها ارتفاع في قيم درجات الحراره لان اغلب المصادر الجنوبيه بتاثر على كافه مناطق الجمهوريه، ففيها ارتفاع في قيم درجات الحراره. مع مساء اليوم ان شاء الله تبدا مصادر الكتل الهوائيه الشماليه تاثر على المحافظات الحدوديه من الجهه الغربيه، فتبدا تنخفض عليها قيم درجات الحراره عشان تنخفض بكره كمان ان شاء الله في المحافظات الساحليه او السواحل الشماليه الغربيه فقط. دايما بحب اسالك يعني في الاجواء اللي زي دي الناس لما تحب تخرج، خصوصا ان في ناس كتير عندها اجازات دلوقتي، يخرجوا فين بالظبط؟ احنا طبعا يفضل في الفتره دي ان احنا نروح الاماكن اللي بتبقى قيم درجات حرارتها معتدله فتره النهار وفتره الليل، فالاماكن المطله على البحر الاحمر زي شرم الشيخ، الغردقه، اي مدينه على البحر الاحمر والسواحل البحر الاحمر بتكون مناسبه بشكل كبير، لان قيم درجه الحراره فتره النهار بتتراوح ما بين 33 34 درجه مئويه، فتره الليل ايضا معتدله بشكل كبير ما بنحسش بالبروده في الاماكن دي فتره الليل، بالاضافه كمان ما فيش اي اضطراب كمان في الملاحه البحريه اليوم على البحر الاحمر، فنقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير في المحافظات الساحليه المطله على البحر الاحمر، او كمان المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط من الجهه الشرقيه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، المناطق دي كلها نقدر نستمتع بالاجواء، لان احنا عندنا المنطقه الغربيه من البحر المتوسط فيها اضطراب ممكن ياثر على
اعمال الصيد والملاحه البحريه، وكمان لو احنا حابين ننزل البحر هيكون البحر مضطرب، فنتجنب نزول البحر المتوسط اليوم تحديدا من المنطقه الغربيه. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها على طول بالقاهره للعظمى فيها 36 والصغرى 27، العاصمه الاداريه 36 26، اسكندريه 33 23، والعلمين 32 23، مطروح 23 29، دمياط 32 22، بورسعيد 34 23، والاسماعيليه 34 23. السويس العظمى فيها 33 والصغرى 22، العريش 33 23، كاترين 26 14، وطابة 29 21، حلايب 29 24، وشلاتين 34 23، شرم الشيخ 32 23، والغردقة 32 23. الفيوم العظمى فيها 35 والصغرى 22، بني سويف 36 24، الوادي الجديد 36 25، واسيوط 37 25، سوهاج 37 24، قنا 36 25، الاقصر 37 26، واخيرا اسوان العظمى فيها 38 والصغرى 25. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه، وعلى طول هنروح لشاذلي نكمل معاه فقراتنا. شكرا ليك يا لمى.